تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، افتتحت وزارة الدولة لشؤون الشباب فعاليات منتقى سواعد لعام 2013. وأكدت وكيلة وزارة الشباب الشيخة زين الصباح أن الوزارة تسعى لتحفيز هذه الفئة من الشباب لزيادة المبادرات التطوعية والتي نتج عنها فريق سواعد التطوعية، ويجمع الملتقى أكثر من 120 فريقا تطوعيا تحت سقف واحد، منهم 20 فريقا من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف دعم الكفاءات الشبابية. جت فكرة ملتقى سواعد العام وقلنا أن نجاحنا هو من قيمة الإيجابية اللي احنا ننطلق منها في فور شباب الكويت والشراكة المجتمعية، فبلشنا عملنا على اعتبار أن قلنا الخيار الأمثل أن نقيم مثل ملتقى يعني يجمع المجاميع والفرق التطوعية في الكويت. وصل عدد المؤسسات والمبرات والجمعيات النفع العام في الكويت إلى أكثر من 240 جهة، وهذا ما يدل على يعني ان ديرتنا الحمد لله ديره خير وديره عطاء وديره بذل وتشجع على تقديم المبادرات التطوعيه. فمن ابرز انجازات الملتقى اللي طاف اتفقنا على ميثاق العمل التطوعي، شارك في اعداده اكثر من 800 متطوع اللي حضروا معنا في نفس هذا المكان. منها حددنا شنو القيم الرئيسيه للعمل التطوعي، وحدنا فيها بعض المفاهيم وغيرها من هذا.